السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. السلام معنا، نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. قناة اليوم غادي نتكلموا على بن شيخ، وين بن شيخ تكلم كلمة الحق، تكلم كلمة الحق في 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 محرز كما يقول لك ننساو الباسي ونبداو من جديد. بالشيخ فانك راه جزائري، ننساو الباسي ونبداو من جديد. واحد يقول يكون قلبه ابيض، سبحان الله، معليش واش تكلم واش هدر، بنادم راه رجع، بنادم راه رجع. وانا راه عاجبني كي راه ضد السياسه تاع ساتشي وضد هذه السياسه تاع الشامبيونه هذه اللي راهي شامبيونه اللي راه تسيل فيها الدماء بتغيير النمط تاعها. راه عاجبني، وخاصة البارح مين بكى على ذاك الطفل الصغير، يعني واحد راه جزائري نتسامحوا، لازم المسامحة بيناتنا، وإلا غلط وإلا كان يشوف هو راه محقور ولا يشوف روحه كان محقور ويشوف بلي هذه هي الحياة يا سي بالشيخ. بصح اقعد كيما هاك، مشي شهر أنا اليوم راك عجبتني، البارح التصريحات اللي درتهم راك عجبتني، اقعد كيما هاك بالشيخ، تقعد كيما هاك اقسم بالله انا الاول، انا دائما دافع عليك. عايرك ذاك الفيل التونسي انا دافعت عليك، عايرك ذاك المصري اللي راهم معليش انا دافعت على عليك، انا دائما دافع عليك، ومانيش نطلب الصدقه من عندكم ولا نطلب السماح بيناتنا في دار الشرع، ما كاش السماح بيناتنا في دار الشرع، خليها كيما هكا. مش راني نطلب منك السماح ولا نطلب منك، لا خليها تمشي كيما هكا. انا كنت على حقيقه وانتم كنتوا على ضلال، ما كنتوش في الصح، كانت كنتوا تشيتوا للعصابه، واليوم بان الحق ورجعتوا. انت راني مسامحك معليش، بالصح ذاك كمال مهوي وزين عامر واللي خدموا اللي كانوا يبانوا علينا تاع كاري ديزويت هذاك في قناه النهار، وذاك فيسا وذاك جماعه كاع اللي كانوا يحطموا، والله ما نسمح لهم، والله ما نسمح لهم، خاطر هذاك خدموا مع الرسمي ديريكت يطيحوا يحطموا، هذوك يتلقاو هذوك مربوطين، هذاك النوي هذوك مربطه، هذوك كانوا مربطه عند سيادهم، كي يطلقوهم على واحد يطلقوهم ماجر، وطلقو ماجر من 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 اللحم الرخاص عنده، الرجله تاع اللحم رخصت عنده، طلقوا عليهم ولاو ياكلوا فيه. حنا اليوم نسمعوا كيفاش دافع على محرز وعنده الحق. واه محرز ما ضيعش، محرز لونترينير كان مليح، محرز لونترين قلت لك لونترينر، الغارديا كان مليح برك، محرز ماشي هو ضيع، الغارديا كان مليح، هذه باش يكون على بالكم. حنا المهم نسمعوا عمي علي شا كان يهدر واش تشكر محرز، ويعجبني كيما هكا، هكا اقعد كيما هكا راك مليح، انا على بالي على راك مليح، اقعد كيما هكا راك مليح. اسمعوا معنا كيفاش سجل سيتي الفرص الضائعه الكثيره، من الفرص محرز وحده ضيع اثنين او ثلاث فرص. لا كاين زوج الاولين، صح كاين الاولين زوج تاع خيزوز، عنده خيزوز ومحرز فرصتين ايضا، محرز وش وين فرصتين؟ عنده فرصتين اللي اللي تاع الدروات في دوبا بلاقل تاع الكونترول هذه بلاقل عطاو لي بال كونترولها بيان، درناها ضرب البي دروا من تما ديك لو كان جات على البي غوش تاعو، تقول لي راه نقول لك وي جاتو على البي اللي ضعيف ينجم. شوف واك يعرف كرة قدم، بصح غير يشمت، كان يشمت من 2014 هو يشمت، هذا وراه يهدر مليح بالشيخ، هذا وراه يهدر مليح، هذا وراه يهدر مليح، ورانا مسامحينك عمي علي، راك كبير وكلش، والموت ما تعرفها لا عند الكبير ولا عند الصغير، رانا مسامحينك. وشوف كيما يقول لك لازم المسامحه بيناتنا، لازم بزاف صوالح، خاطش علاه راكم تشوفوا كيفاش الاسبوع كيفاش راه يمر، راكم تشوفوا السنه كيفاش، غي يامس رمضان غي يامس وحنا معيدين، راك تشوف كيفاش السنه كيفاش يدور دور، روح روح. وهذو الايام كاع ناقصين معمارنا، كان اللي قارع على الصيف يقول لك نقارع على الصيف، رجعت نشري دي باردير ونشري الاخرى ونرجع نقارع على الصيف، وهذه الايام كاع ناقصه معمارنا، هذو الايام السوايع والنهارات والدقيقه والثانيه كاع ناقصين معمارنا يا المهبول، لازم تصلي. يعطيها يماركي اون شونس سور ميل، انا ما نعتبروش هذاك راه طاح،
لو دوزيام اللي راه محرز، لو كان ما جاش هذاك الخزانة يجري يجري يقطع له في النص هو كان هذاك نورمالمون جوار دو سو نيفو لا محرز رايح هكذا نورمالمون هو يروح له منا باش يوسع للاخر كان محرز يماركي هذاك يماركي هذا 200% جا دار له لونكوندرومون اللي تي اوبليجي يضرب برك باش ما يلحقوش دونك ما راطاش لكن في الخلاصه السيتي يستحق الفوز بن شيخ لا يستحق يعني انا وليت لك على الدراسه شهرين هو يدرس ايوا كيفاش المهم حاجه مليحه يشكر هذا راه ولدها على بالكم هذا راه ولدها على بالك بالشيخ عنده ولادو عنده ديباسين راهم ديباسين 46 عام بالشيخ عنده ولادو مديباسين 46 عام محرز 28 عام راه ولدها محرز 28 عام راه ولده بغى يبغي ولده لازم يشكرهم ولازم يشكر ماندي ولازم خدش عليه انت راك الواجهه انت سبحان الله راك في التلفزيون سي محمد راك في التلفزيون راهم يشوفوك سي محمد على هذيك نقولوا يا ودي اليوم بالشيخ عجبتني والله لا يعطيك الصحه ولا كيما يقول لك الا راك مريض الله يشافيك يعني اليوم خدمت خدمه شابه اليوم تكلمت هضره شابه على محرز وتعرف غير تشمت انت تعرف غير تشمت تعرف بلي محرز 100 جوار تعرف بلي ماندي 100 جوار تعرف انت خاطر كنت على زوج تعرف بلي بن طالب 100 جوار غير كنت تشمت وصايك وحرز روحك الدور ما تبقاش الدور فرحني ما تبقاش الدور فرحني ما تدورش اقعد في هذا المنهج والله لا نجحت انا راني صغير عليك وانت راك كبير بصح نقول لك والله لا نجحت راه يهضر معاك واحد قلبه صافي ما عندي حتى حاجه في قلبي والله يا عمي علي الا نجحت تنجح هذه اللي نقولها لك وانا راك عاجبني في طريق واحده راك عاجبني مي راك تحتت فيهم بالهيا راك عارف وين راك تحتت على بالي وين راك رايح على بالي وعندي كاع المعلومه وين راك رايح راك عاجبني هاك اهدر راي عندك راي انا عندي 45 عام ما على باليش كاع لا بغات نموت غدوه لا بغات نموت ذروك ما على باليش نقول بلي صايك خليها لولادي جايين مورايا الله ينعل جدها قاعد الحياه هذه قاع وين غادي نروحوا اخرتها حفره وتدي معاك هذه الدنيا انايا واصفها نقول لكم كي واصفها كيما التكوين المهني سيافيه مي تكمل تقرا عامين ولا عام مي تكمل يعطوك ديبلوم تاعك وتروح به تحاسب به وين ما تروح تحاسب به حنايا هذه الدنيا كيما هكا سيافيه تكوين مهني كتب ميجي طالع طلع مع كتابك وتطلع ولا تسيب كتابك قدامك تسيبه قدامك على هذيك نقول لكم يا عمي علي كيما يقول لك ننساو الباسي ونبداو من جديد باش محرز راه ولدك وماندي راه ولدك وبن طالب راه ولدك يا خويا الطريقه قدامك ما تبقاش تدور علينا برك شوكي رانا نبغوك وشوكي نفرحو بيك خاطش علاه كنا نبغوك احنا كنا نبغوك انت خسرت مي وليت ضد هادو اللي مشرفين الجزائر انت خسرت شوف كيفاش نبغوك شوف غير درت ولينا نبغوك غير درت شويه ولينا نبغوك وقعد في ذا الطريق خاطش كاين ناس يقارعوا لك غير باش تهدر في محرز ويطيعوا هما يديروا في الفيسبوك ولا في اليوتيوب ولا باش يقايسوك هذا مكان وقعد تشكر هكا محرز الناس قاعده تحبس وقعد تشكر محرز كيما هكا والله لا يمليح ان شاء الله بربي تقعد في هذا الطريق والمسامح كريم سبحان الله حنايا احنا ماشي احنا اللي نقسموا الوطنيه ولا نقسموا هذاك مليح في قلبه وهذاك كحل في قلبه لا كاين ربي وربي يعلم كاين ربي وربي يعلم هذه اللي نقولها بنادم يهدر هيهدر حاجة مليحة مشي يزرع الكراهية ما نزرعوش الكراهية ملينا ما نزرعوش الكراهية كرهنا ملينا ومشي الجهوية وقاع الجزائر تتسع لكل جزائريين جزائري وين ما يروح يعيش وين ما يروح يعيش ونعيشوا تحت راية وطنية نختلفوا في التقاليد نختلفوا في التقاليد بصح الشعار تاعنا وهي الوحدة الوطنية ونعيشوا تحت راية وطنية واحدة هذه هي وتحية الجزائر
والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار ياسي بالشيخ، والله تقعد في هذا الطريق هذه، والله لا نجحت، والله لا نجحت، والشعب يبغيك. أنا نقول لك بس عشتي لا أشكر محرز، أشكر هذا اللعابي بروفيسيونير، برك أنا من تاع لاباط هذه لاباط ما خرجتش عليك، عاود ولي يهدر على لاباط تاع الصح، لاباط اللي تقيش فيها خمارة تطلع تعطيك، تعطيك الخبز، برك أنا من هذيك لاباط هذيك تاعك خمارة ميتة. تحية الجزائر.